السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من درس الجدا السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول حدد معادلة ديكارتية للمستوى بي المار من النقطة A والمتجه N منضمي عليه في الحالات التالية. إذا لدينا حالتين. إذا بشكل عام أي مستوى معادلته تكتب على هذا الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي صفر، بحيث A و B و C و D أعداد حقيقية. A B C تمثل متجهة منضمية على هذا المستوى. إذا عندنا مستوى متجهة منضمية عليه، أي متجهة عمودية على هذا المستوى، لكي نبين أن متجهة منضمية على هذا المستوى يكفي أن نبين أنها عمودي على مستقيمين متقاطعين من هذا المستوى. إذن في الحالتين سنطبق طريقتين مختلفتين. إذن نبدأ بالطريقة الأولى. إذن P مستوى، إذن معادلته تكتب على هذا الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي صفر. احنا لدينا متجهة منضمية عليه، اي ان اذا N منضمية على P. اذا ماذا؟ اذا هاد A B C هي الاحداثيات ديال المتجهة N. اذا ناقص X، اذا A هي ناقص واحد زائد، إذا ب هي واحد أي زائد إيكغيك، واحد إيكغيك هي إيكغيك زائد، والسي هي صفر أي صفر زائد، يعني صفر زائد هي صفر. إذا زائد دي تساوي صفر. إذا هذه معادلة المستوى ب. هنا خصني نقلب على الدي. إذا أ نقطة أ تنتمي إلى المستوى ب. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إحداثيات النقطة أ تحقق معادلة المستوى بي، أي ناقص إكس أ زائد إيكغيك أ زائد دي تساوي صفر. أي إذا كنعوض الإحداثيات في المعادلة. إذا إكس أ هي ناقص واحد و إيكغيك أ هي صفر، إذا زائد صفر زائد دي، هنا ما عنديش زد أ، إذا زائد دي تساوي صفر. إذا دي تساوي ماذا؟ ناقص واحد كنحولها للطرف الثاني كترجع واحد، إذا دي تساوي واحد، وبالتالي معادلة المستوى بي تكتب على شكل ناقص إكس زائد إيكغيك زائد واحد تساوي صفر. الحالة الثانية، في الحالة الثانية غنستعمل التعريف لتحديد معادلة هذا المستوى. إذا لتكون M X Y Z نقطة من الفضاء، إذا M X Y Z تنتمي إلى المستوى P. ماذا يعني؟ يعني أن المتجهة AM الجدا السلمي للمتجهة AM N يساوي صفر. هنا نطبقوا التعريف. إذن حنا بالنسبة لنا AM شنو هي؟ AM هي X ناقص ماذا؟ ناقص XA، إذن ناقص ناقص واحد، Y ناقص YA أي ناقص واحد، Z ناقص ZA أي ناقص ثلاثة. إذن X ناقص ناقص هي زائد واحد، Y ناقص واحد، و Z ناقص ثلاثة. وبالتالي AM سكالر N تساوي ماذا؟ إذن كنضرب الأفصول ديال المتجهة AM في الأفصول ديال المتجهة N، أي جوج. إذن جوج مضروبة في X زائد واحد زائد
الارتبط المتجهة، في الارتبط ديال المتجهة ان زائد الانسوب المتجهة ام في الانسوب ديال ان اي في ناقص واحد، هادشي كله يساوي صفر. اذا غادي ننشرو، اذا جوج اكس جوج في واحد هي جوج، إيكغيك في ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة إيكغيك، ناقص واحد في ناقص ثلاثة هي زائد ثلاثة، زد في ناقص واحد هي ناقص زد، وناقص ثلاثة في ناقص واحد هي زائد ثلاثة تساوي صفر. إذن كنبسطو هاد الكتابة ديالنا، إذن جوج إكس ناقص ثلاثة إيكغيك ناقص زد، العدد الاخرى نجمعها في بعضياتهم، اذا عندنا جوج زائد ثلاثة هي خمسة، زائد ثلاثة هي ثمانية، اذا زائد ثمانية تساوي صفر. اذا هذه هي معادلة المستوى بي.